وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من قطاع غزة أحمد الأغا الكاتب والصحفي. أهلا بك سيد أحمد. إذا في ظل هذا الوضع الكارثي في قطاع غزة الآن، هناك محاولات لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، ومحاولات أيضا الإغاثة الإنسانية قدر المستطاع في قطاع غزة، سواء من حيث المصابين بأمراض أو المصابين في الحرب على حد سواء. ماذا يمكن أن يتم هذا؟ كيف يمكن أن يتم؟ نعم، بداية صباح الخير لكم، صباح الخير لجميع السادة المشاهدين أستاذة أميمة ولضيفك الكريم والعزيز. نتحدث اليوم بعد 27 يوما بعد 300 جراء هذه الحرب الممتدة التي لنقول عنها ليست بأنها حرب ولكنها إبادة جماعية تحدث ضد الشعب الفلسطيني هنا في قطاع غزة بجميع أحيائه وجميع محافظاته. اليوم نشاهد قطاع غزة أصبح بؤرة للأمراض وتفشي الأوبئة جراء ما يحدث فيه، نظرا لتدمير كافة البنية التحتية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، تدمير بنية الصرف الصحي. أصبحنا نشاهد الصرف، مياه الصرف الصحي تطفو على الأرض وتغرقها في جميع الشوارع. حتى هذا أدى إلى انتشار الفيروس المؤدي لشلل الأطفال داخل مياه الصرف الصحي، والعديد من الأمراض الجلدية والأمراض المعدية التي أصبح معظم أطفال قطاع غزة يعانون منها. لعل ما حدث من قبل منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل بضرورة إدخال لقاح شلل الأطفال إلى قطاع غزة، ولابد من أن تكون هناك هدنة إنسانية لتطعيم هؤلاء الأطفال. نحن نتحدث أن الأنباء والمعلومات الأولية تشير بأن الهدنة الإنسانية ستكون يوميا لمدة 8 ساعات في اليوم لتطعيم الأطفال، ومن ثم بعد ذلك لا يوجد هدنة، هي فقط من 8 حتى 3، وبعد ذلك أيضا لا يوجد هدنة. هذه الأنباء والمعلومات الأولية التي انتشرت عبر الأخبار وعبر عدة مصادر، لعل أكثر المواطنين يتفائلون بأن تكون هذه المقدمة لهدنة وإيقاف هذا الحرب وإدخال المساعدات بصورة أكبر، لأن هناك أصبحت جميع مناحي الحياة في قطاع غزة عبارة عن مآسي داخل مآسي، نظرا لقلة الإمدادات الغذائية، لقلة الإمدادات الطبية، عدم وجود الأدوية الناجحة والأدوية المناسبة لتلك الأمراض والأوبئة، عدم وجود أيضا الأدوية لتقي الأطفال من شر المجاعة، عدم وجود أيضا الغذاء والطعام المناسب لجميع سكان قطاع غزة، إضافة إلى ذلك عدم دخول الخضار، الفواكه، اللحوم بصورة مناسبة وبصورة تكفي سكان قطاع غزة. وشاهدنا بأن غزة وشمالها كانت هناك مدة لا تقل عن 3 أشهر بعدم إدخال تلك المواد الأساسية وتلك المواد الرئيسية داخل قطاع غزة، هذا مما أدى إلى انتشار مجاعة كبيرة ما بين الأطفال، وهناك عبارة عن 3000 طفل يعانون من خطر المجاعة جراء ما يحدث، جراء هذا الحصار الخانق، جراء هذه الحرب التي لا تبقي ولا تذر. وهذا نعم ما شاهدناه في أستاذ أحمد، ونتمنى أن تنال هذه الدعوات التي تطلقها منظمة الصحة العالمية وأيضا المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بها للتهدئة وللهدنة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أن تنال أيضا استجابة من الجانب الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك، كنت معي من قطاع غزة سيد أحمد الأغا الكاتب والصحفي.